في الديناميكية، هذا هو المغزى ديالها، وهي كذلك تندرج ضمن عدة قضايا أخرى اللي تتمس المرأة، تتمس فئات أخرى اللي اهتم بها أساسا الأسر، الطفولة والمرأة والشباب وكذلك المجتمع المدني، ودوره في إعادة صياغة علاقة جديدة مع المؤسسات ديال الدولة. هذا هو المعنى ديال اللي منتظر منه هو ان هاد المتناظرين يرفعوا توصيه. المنتظر من هذه الوزيرات هو تسليط الضوء على هذه القضيه، انها قضيه محوريه الان، وكذلك الغايه منه هو رفع توصيات الى الجهات المسؤوله